المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ولو حنكو دحترنا سيارتي شغلوب بغي ولو قيبه قدن بغي وانا مرينا هذا وحن قد بغينا دنكي محاضروينكي اللوات ومشايقضو أي مناصبتان نوغسي تشيزي قيب قيبتكنا المواد المنيت هذا وحن سوينا إن شاء الله تعالى شيخ محيدين حسن أيالي هي الشيخ عبد الرحمن شيخ محيدين علي ومحاضرين كي أي عاون نوغو تلقى لان وان هذا أفضل نهدي ألي لهذا مركا إن شاء الله تعالى هذا مشاغل نكوريتنا يا وحن كوهر مرينا شيخ محيدين حسن أيالي فليتفضل مشكورا شيخ محيدين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأعط كل ذي حق حقه مرك إخواني في الله بلدي حفلة هذا اللي سوي بدينك الصوه هذا اللي سجلان على الروح ولكن أنا أقول لك أن هذا المشروع الذي يحصل عليه هو 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 أن هذا المشروع ولما نورها يا نفتنه انت هدا ان لكن عالم كان وعالم الاجساد ليلى لا ما عالم الاشباح ليلى كهر وحوي ارواح ليا هاي ولكن حديثك صحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام وكيل الارواح جلود مجنده ما تعرف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف معناها النفوس وحوية وعيدا على كل ميوي وعيدا إلهي إلهي هو سمي وفي عالم الأرواح أنت يكون جرين يسيا قاني هذا هو مركي عالم كان أشباح على أما أجساد اللي لها لا يسوى قدبان مركا هو يسخد ما هيانا وحين نغان هيان رد سوافق هيا ولا صعدين نغان هيا وفي أول عالم كعالم الأرواح اللي لها لا يسوى ديدنا هذا هو مركي عالم كان كلا يوسف قدام وإسقلاف هيا مركي سيدة دلات دي دوحة اللي رهلا وسيدة مريك حديث كيسا كان مغانيسا دادك واحا هو يستيداني مركي هو لا عالم الأرواح يسكديدان هيا دادك مركا أيقو والله الصعودية يسأقل الله مركي هو لا عالم الأرواح يسكوغل هيا مركي واحا ذاك يساجريد دان هدى أدوية لأنه أنجره يا عالم كان هدى عالم الأجساد كان قصة قلنا عالم كلي كور يبان صومر هذا مركي أنجيريون العالم كلفتي سندي بقول هذا إنما مركي سيدة تقول أي مودة هي أنا معها حالا دان يرتا يا أدوية لأنه وأن كم مرة إن حالك إنه أنت أكو أجي أي ما أفكا مسلم كاسيدة دلاد وحلاوي يرى حقوق أولي هي مركي أوجيريون صوبتا مركي أوجيريون ما هو حنجر ما ليش أول وكي يتبرز خيبه مركي دي بقول نقنا هي
أيضاً تيه هذا مركز أيك بدلاً تاه مركو عالم كان يبيده في النقطة هي أصعب وحش شقيسته أما خير شقيسته أما شر شقيسته وحق مركز اللقاء وكل كل ما هي حق جز وكل كل ما هي وحي مركز وقلب صريح هذه إله جنة دي ستة هذه إله قافي ساي حقوق ذا مركز ذاتك جيريو ذا إليهين وحي مركز أهر ريسا كبلا ونيسا حالة السياق والموت كمركز أيك سويه قفك مركي نفسه يعني أي قبضته والله أنا هي على لها قفك يعني مركي واو صعدة حبة مش هكبر الله من هذي حبة وجوه ريو مركي أنا لك الربع محيط هاي وحوي كلمة لا إله إلا الله ونا الله قيمة والنبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح هاي معروف كرتكويني لقنوا موتاكم لا إله إلا الله كوين لقمان هيا فحاط الله قيمتان كلمة لا إله إلا الله ولا قفوا حالها سياق الموت كأما سكرات الموت كمركة وكسوا جيها هي والله قرن كلا عصبنا قفوا استريم هي دسكنا ويقرن هي مركة وحال ربا كلمة لا اسم الله قرب لا إله إلا الله وإن لقوا أجير هذا صوت أم حمر كلا دون هي وحال ربا قف كأنا نؤ في إنه حق ونقول لي يهوى ما هي إنه كلمة لا قدمته صوت النبي عليه الصلاة والسلام قيل من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة قف كهل الكيس كلمة أقول ضبي ساعي لا إله إلا الله ونقطع قف كسجل الدجلين مرك يعني إنه قات وختم جنوع عاص وكلاء وهذا الكيس مثك أقول ضبي لا إله إلا الله ونقطع تذكير كذا أنك عيان على كرلا وقف كسوق جوجا قف جيري مركا أي قصة حاضرتي إلا هو إيمان إيسا إله قرآن كواتنكم وجاء السكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيي معناها جيري ذا السكرات كيد هو إيمان إيسا أيضا حق وضبعة مركا ساقفك وحا الله أرنها يا ذلك ما كنت تحيي معناها وحا هو ما كنت يعني كاسي وحا هو يوا واحد كالليح اللي حنيسي والله ركتو انت أنا وأن لون لحي جيري ذا وكالليح اللي حنا قفكو حلية وحا عون هكو كرهن waxaa sa ku sumoon baawr kaan yaano ku jiray inta waxaan ku dadaaleynaa inaannu ka arano geeri inaan ka arano laakiin waa iimaanka saxaabe qalaas maalin baa iyada oo maasila anaga hortay ma iimaanka qofku marka inuu khatmiga helo waxaan la ka doonayaa in tarkiirka waa xaq ugu horeeyo qofkii hadii uu geeriyooday marka xuquuq baa bilaabanaysa waxaa bilaabanaysa qofkii laftiisa in la kafano in la aaso waxa bilaabanaysa salaadii in la raaco bilaabanaysa wa xadiidkii nabiga asaguna saxiix ah ay xaqul muslim cala muslim oo kulaha maxaa kamid waxa uu ku soo qaaday ila ma tafattabi'u nabiga hadii uu lintaraac nabiga wamasha waxa imaanaya xaqa la yiraahdo tashyiicu janaaza janaazada lafsigeeda in la soo gootiyo ayaa meesha imaanaysa qofka qabrigii baa la geynayaa صلاة الجنازة لفتي جديد والقدس كان هي هاي صلاة الجنازة سيدنا النبي هذا الكسكا مقرن يسمع عنه دعاء شفاعة قف كي بإلهي جلين الله قلنا قلنا هي والنبي هذا الله دم إله كون ما يحكم ذا إله هو النبي جئنا شفاعة الله النبي أصدق جلين وأنا إرجوا صلاة الجنازة قديه جديد والقدس عينه هي والنبي دعاء يسمع حكم لها اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مصيئا فتجاوز عنه ولقه برحمتك الأمن من عذابك وقه فتنة القبر وعذابه وكذا صلاة مركة جنازة القدس كان هيو وامد قفك قبل يقول نور نيسا لإله أكبر إله نبت في مسلمين تاوك أكبر هي وحديث في صحاوات كتمت قف أصحابتا كم إلي مركة انتهرين جيري يولي النبي أن أميسين الله إسكا آسي نبي عمر كوجادوا هذا قبر جمعش كم وارك أيون نبي عمر كاروري أفلا كنتم آذنتموني به ما هذا يقول اسمه إيه هذا هو ذاك النبي هو يقول فيه مرك النبي عمر كوير أصاب حكمة الجنازة لا قصوا إن هو اللي بعصب كنت كلا سجارة هي النبي عمر كوير إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاة عليه قبورها النبي غير مكذبة لقبوحية وواحد ويدتك قبورها انقلها هي
مجدي بي قبري لحد يستقل أقول معي صلاة عنو أن كنت كان هاي إلهي وأقول نورنا هاي وقفتي منها قف في مركة عمل خيره وأنا أكسن أصنه المرين هذا إيمان كل أنت وحده بهاي شفاعة بهاي شفاعة دي صلاة جنازة لفتي دي وكان من الأوقات حالة دا مركة لقصة جي هاي باتين نبغى دتك مسلمين تاوكو أولنا هاي سلا يلا بحديثك صحيح كتبي استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل ولكن دم بالله في أويدي وحاك الله دنا إلهي أويدي سان إلهي إنه سؤال جواب كذا قصوة ما حاجة لهد دير بان لسؤالي والله ولي ملك مكاسي ونانا ماشي ألفتي قيدة وحاجة لوحاك الله تلقين وشيء هذا تلقين تلقون مقع عودتك غالكورة يكمر مان حديث كيوره أنه أن سوق قال إنه صحيح لقينوا موتاكم قال وحا بجرى علماء حتى تلقين في نفسي هذا كفصلة صوت حديث كهدي اللي موتاكم معنيه دوا جمع ميت مركا قال كود وحا يليه كوة لمانا هيا مركا لقفصلة رفضك وحا لقفصلة مجال حقيقة دي سابة قدينين وحا ويا مركا رول انت نفسي هذا والله لقنا حديث مركا حديث كاسلة انت بضا لقفصلة ووحا ويا موتاكم من لو جيدا من حضره الموت هدي اللو دايو حيالك لو مركز سؤال وري باجرة وحديثك لو تلقين في سيغري عن مقال لكو يميد باجرة ومعروف اللي يقال حديثك وليب حافظك ابن حاجة أصدراني اللي يلهدو سنة كيسة صالح بكشاقة هدي حتى اللي يلهد ما أود بغنا ماشي وحيا الله هدي لك لو صحيح وعسي لفتي جيسح وجينيسا وعدي لنا لقن وموتاكم لفتي جيد وكمل وحاك لو كمل حديثك عن كلو صحيح هاي البخاري يغير بأي وريين وصحابي يقول لورنجري عبد الله صحابي اللي ورين جرى عمر بن العاص هيا مركي نفسه أيضا وتمركي ودردار ما هي محوية الحديث كان صحيح بخاري لك راوي أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور كي أستعنس بكم وأعلم ما أراجع رسول ربي قبري قيقا قال كيسا واحد كنا قاتان بويري انتي نيف قيلا لقا قورعه حتى يحب ويقسم اللحم هذا كجري هلب كذا لقى قيبيه إلى أن نيف جير اللي قد جورع هلب كذا لقى قيبيه قبل كي أكت سجور أبوي إلا ذا مركب أقول له جوجا وشيعهم بوي إن أن إذن وهشده وأن كو أجاده والملائكة إلهي ويصعد لها يو وحان له جوابه مش على الموضوع حساق هذا هدي بس حالي جاو أركهي أجوج اللي أجوج إن كان فعي سجواب كملائكة وصينها يو هذا ما لين سهدي الله وده رتلقين كي لفتي جيسي قل لي هذا قل لا إله إلا الله لا إله يا حيالها ضعيف كاي الشيء أو حكملة قف كان تلقين ترى أن فعل ما يصير وحي أكو جيري يودي هذا صار قف كان التوحيد وصار كل من تلقين حوات ترى ما يصير تاسو جل نقول ما يصير عاية لهذا ما بيت كإلا دعاء صوم قوى هذا التوحيد كل من دعاه ما أنفع يصير مرك أمور سوا أمور غيبية هو هاو شغلكم أمور غيبية عاية لهذي ماشي الروح لو اللي هذا قف كان وحي كل إنتي كل حرام تاني هذا هو حي مارس السنة جل زلها كنت كني وهو كل إنتي مياك ورا فتاني بتوحيد كل إنتي يلو قال وهو كل هود عيني هذي تعلق مرة عين بقى واحد بعد ما مسلم لجوء جاء سدى كل هذا قم يسأل وسألني والله كل إنتي أموي يلا كل هذا مركا حديث كان كلام مركا تلقين تقوم ملايين وطبلان يبقى هوا ملايين كي ورين هي واحد يفتح لك شيء معروف وحديث كان سنة وسنة الصالح وبشيء مركا واكمل وحيا لها الله ربه نبدأ أن هذا حديث النبي وابكوا عن صحابة مركم ليه ولكن دم الله في إلهي أويدية إلهي السؤال سؤال شيء يعني جواب كذا يوم قصوا هذا وحلا ويدينها هي نفسي جيد أيضا نفسي جيد وهاو القف في الربا يعني واحد دعانا الله إيمان هي إنه جواب في نفسي يسوع وافق قصيد التواصل بين وافق الله فقول هذا مركب قف كبير يودي ولي يا محاكم محاكم إذا مركب لنتي كلي ولا أسا هي كلي ما فحكى لي لها زيارة القبور باكمل قبور تين زيارة النبي محمد عليه الصلاة والسلام السجى جلي النبي نبي قمر واحد جلي أنت هذا إسلام نبض بالله وجاهد وضد السلام كي عابد هي إنه هدا عن إله بأقوم في عن الله هاي إنه بعد ما وحيا لا أن فعنا إلى استعمال الجرين أما يعقيد لإسماعيل إنه منعي لكن كبعد وقتين نبي قو أمري وحديث في صحيح مسلم ولي ونبي قم حوي كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها
وحن إيدين ديدي وقبورها إلى زيارة أول لكن هذا هو أمر قبورها زيارة النبي عليه الصلاة والسلام أمر كان النبي أمر المسيح وعمل أسيء النبي يقول لك سيجي صفع لهان وسميه وفولنت أمرك وفولنها حتى النبي يقول لك قاري قبورها زيارة شذوذ إنه كل المنجر النبي وحديث مسلم عائشة الكوريس أيام هو عائشة معيتي كلما كان ليلتها من رسول الله يخرج من آخر الليل إلى البطيء هذين كالصور نبي قولي هذا وجوه وحشة هذين كآخر كيس حل لك صحر كالليل هذا هرابة الليل هذا انتن صلاة الصبح اللي قالب من النبي قول بطيء عادي كلي وقبرا صعبت ايكو حبا الله ايوه هبين الله كالوركة ما حيص مالكا ميشا وحبا الكيسا عناية النبي قول قبور تجي على شدو دو سين جري وهو جار صلاة الصبح كهر ما قبحه ما أنت هذيل أرك ولا هذين كقبر يقول يا المرأة محيرة هذا كاسمح محيرة هذا هو قبور ويعذبك يعني قبر قلوة يعني قبور توكلا وهذا دين لا يمحى صو قبور هاي ولا المنشري دين ثم شوف كم أنا كسر ما يسمعين صباح عجيب ما ديارتي هيك اسمه رئيسي وحلا مرسينا هي بفكر وحيلها عن قار كود كهلا بتاتا بين السنب الله يمان waxa hadda lugu yaqaan qof ayaa kamid inuu qabri taga waxa weeye asagoo janaaza ku tukanahay inuu tago iyo asagoo meydo la sidee inuu tago waan labada hatta abihi meel u dhaw ku xabaalan yahay aadimaay aw sunnadii nabi kale sheegay tan waxa sunnadii nabi sallallahu alayhi wasallam aan sabbi hadda gar oo kale la soo qaado waxa la leeyahay qofkaasi hadii la arko qof ka xirtay inuu diintii oo dhanba inay dunta nabi sallallahu alayhi wasallam garkii uu wuxuu وليس سنوي كمرك علماء وإكاه الله وحيا سنوه وعلى وقعه وحال لوك لقال سنن العبادات يسنن العادات زيارة حكمتها سنة العبادات صوتها وحاوية وعلى سلامها واللود عينها ما قالت فلنبق مركو جدينا يسير بخاري غير بكتب المحل لو جدي مخالفة اليهود ونبق اليهود يعني شارب كي لا يستنقر كما واحد تاني خلافة وأدنك شارب كينا لقابية قر كنا سيد أنا ما هي هالمركة لكن كي أستان تقال هذا سئل لي خلاف وليه قال هذا حال كويس بدأ المركة أركت ولا هذا اليهود مس لو غير كنت أسول لي بها يا هل يبغى إنه قال ده ما بكر سوي كده بكر مركة تاس مركة هذا يا هذا أروجو مقا هو إنكر كله حيره وهذا أنا أخلص ما هو حنقول لك وحنتا قال كي إن بالله كم رحيله يا سلمي النبي قال خلاف إنكر كله ديس ما قال نبي كف اللحية على قتل ما رجعت في السماء كأنه بنا هذا كتبه كم صفة يعني طويل اللحية قر قر بلا النبي لكن كف على قرب وحين هي ما بتاعين فا قابين تلفت جيدا لما السحابي وهذا أقوم مشهور سن رجع ورية حديث كان يعني أحف الشوارب وأعف اللحال وعبد الله بن عمر يمحوها أبو هريرة لما واحد كسرنا لقرب كذي قابين كذي أيه أنا هو شيء ثاني قابل وأنا لما كحديث كلفت جيدا ورية أبو هريرة بن عمر مقرب مركه هذا ربطه سيد أصحاب تاسويه لا يجى على بقى كل نبي نجا أقام بلن واتخ كعبسن كلا لكن هذا نفسي وده كيف قاله بس هو حال يابقى قف كجر كحوق قصار هي وضد كعلماء أما أما هذو كو أركسي لأي جو دين تيم الدنيا نكلي هي وحال لو جد ينا أيتها مخالفة اليهود هذرنا إيه باسم دليل هذانا زيارتي اللي بيقولوا قبورها الله زيارته بطاطم بعد سود دريان أو أركبه قف قبور إنه تجوه إلى يتهي واحد من خرافات الآن مسيه هو كلوا وحن الله بهني هذا كله واحد جدا يوابهن أنا ورول كاس مدك شغنا وأنا يلا يا صدر لو يلا تنسي من شلو ميل بانضوب نمان نمان كان أنا لقر ودي بميل وحي ما راح الدولة ولا يسوي تبي نلا أيها كملا واحد ربنا أيها كبير راح أوصله زيارة قبورتك هذا لو حيري هذه محوها قبور وحي إلى أن زيارنا أن كذب ورينا الدنيا دي هذا وحى الله مرة هي ضي حي إلا جاري قار ما مشى جارينا لكن الوقت هاي ما راح ضاع يوحى وكي قار كذا على كهوة شورا مر كان حديث فسقال كصوت على كوار كم يديه فعنيني نبي محمد بقبور تين الزيارة إن الزيارة تجدي أستجع أنا أقول المنشري هذه قبور تزيارة شيء إذا رجع عندما أيتها دي بصعد كيريسو نبي محمد خير هذا أنا أستجع marka meesha soo xikan bitaa meelaha dadka lagu khaldo la iska dhigo sunna nabi maxamed in la ilaalinayo haday dab ka tahay sunna gar nabi uu sii deystay in la ilaaliyo
مدى قبورته لها إلهية لكن هوش السنة معه عيا لو حي أنا أبو حنا دريشة كسر السنة النبي هدي الله إلهنا هيو وأنا أبو حك السنة النبي مسمية أد إله رسا هدي على واحد والبكيري كرينا هذا على تقف مدى يا على حماك عم بارك أبي على تو بقول بعض يا عيسى يا جل الله هيا حتى عيسى ما يروح كمل نبي مركو جرك نفسي سجلي مخالفة اليهود بس الحديث كان صحيحة وكلام مثل ما يروح هذا أمر جرك يعني نبي وحني إلا مريم يقول لي جرك حني قام مريم وأيضا وقع أمرها يا يهود أنت خلافتان يا لقطان في السلاية هذا الوية كان جرك مرك يدي سلاح ضوء عبد الله وح أيجا يحن مريم هي أب ويري والله صلى الله محمد الله وقع في اللي لقيتي بعد جرك الله وحوي والله ما أنصار يد بالوية كان كي جرك يدي سلاح جرك هو الجدودية مرك وح قدم واحد بودا إلى الدوام لا تعرف لو حوي بالجدود كي وح أمر مخالفة اليهود وأيش الحديث الصبونة صحيحة وبخاري رجع سوى ولي ورينا هي هل وقت هذانا لا بيوكله هذه سنة النبي سجل الله إلى رينها مرك على حاصل وحوي زيارة لاس أو قبور ثلاث زيارة النبي عليه الصلاة والسلام بالفعلها أمر نواقض في النبي ولما ذا وحي طبعا بدل كود أمر كاس أمور سمية قال واجب كل شيء كان وجهه لكن رواية الميلاد قفنا يا مرك كعبد ليسوا فمن أراد أن يزور القبور فليزور أوكله معناه أمر واجب وما لكن نبغى عناية يعني أوسية بل قفها ما هي واصلة وين أو متأكدة ويقبرها هنا زيارة والد في نفسه قيسة قبل قيسة إلا زيارته وحديث في مسلم كوالد في مسلم أنتو كم ديها حديث في مسلم هاتي وقصبنا حتى نبغى هو يدي حديث يصف يا نبغى كل يدي واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي إلهي وحن ويدي استيبو يري هو يدي قبري جيدا إن أن زيارته إلهي وهي أقرى بيه أتهم هو رواية مسلم إشيء جيسيس الحديث في أسبوعين في صلاته زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله نبغو قبري هو يدي بو زيارتي نبغو واقو بوهي وحي النبي قار كي سجوه وردن كل واقب بوهي النبو عليه الصلاة والسلام رواية الحاكم بشيء جيسي ترفر بضم رجال الله سواته ولو حرم الله رواية صيني ولو كن أو مقنع كل شيء جيسي فبي يعني وحا ويوجي قوضو قرصوي وقلب واعيدا بيقهايين ورجيها ببقى عليه وحسعوده نبي قال زيارته ويلي قبل مارك حديث كي هذا مسلمة عن صوقة هذا قيب تاسوا قيب تدن بي قيب ذاتك يكون وريريين باكي لو حديث كي أول كي سواها والنبي عليه الصلاة والسلام حديث كي أوحو كلية استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذنني إلهي وحن ويديست هو يدي ذنبي لا فينا نويديه ها إلهي موقرا إلهي وحن ويديست هو يدي قبري قيدة إلا زيارته ويوقرا قيبته ولي وحي كان لقين وحي وحي أغير إلهذا نبي محمد هو يدي أهض النار به صوفته وحلو الديني هنو إلهي مخواها استفاره ويديه ها مشركات به هو يدي مالك ماشي وحتى الله هذه النبي محمد هو يدي أي قالة أهي سيلا هو قال على قبل جسينه زيارته لماذا؟ كان قبل جسم الله زيارة كلا قرآن كي يديدا وإلى آيات كله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا هم فاسقون قف أيها كاملة هكوت تكلم وريا ولو آيات صوب كيدو مركا مرافقين بكسودك مرافقين تي حتى إسلام بكل حجدي وأيوس قرقرين هيا حالي هدي غيري وضان هكو تكن قبري قوضان هاي استاقر مالك مفسرين تسوق على معنى روام هبالي دفل له زيارة آسيا زيارة من لهم حالو علي إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوهم فاسق إلهي رسول كيسو يكو كفريين وين غيري يوضان أيوه فاسقين معناها أيوه فسق متك أقوه ينو كفريقة أيوه كسوغن بي غيري يوضان كي إسلام كسوغ علينا هاي با لو دي ده قبل جيس إلا زيارة لماذا؟ ولأنه قاف كيف بناك تشوغن محمد أنسا قال لي سحابة هو يدي هدي أي مشركات هاي ما الله أقل الله أنه محمد أنه قبل جيس زيارة لماذا استفارت محلو منعي استفارت محلو منعي وحوي هو يريس وحي كان بلاه القلوين كي أهل فترة لها مارك أيضا حب لقيدي واحد دين لي لها مجرين مكلفة ماهي واحد دين بيه رهيد الله مارك نحو مارك إلهي دم الله فوق الدينه هذا صورتك المطعي المان قانقارينا تلال إلهي وحنو ويدينها إلهي دنبي قوضين الضعف
سرتكال مثلا قف صور لما كل شيء أنا ترى هذا إلى ودم بيجي صور لا لماذا؟ بحوي هو يدي مكلف ما هاي صوت استغفرت محلوج ذي نبي جوات الويل واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ذنبك يا إلهي لا في ذو ويدي مؤمنين تكو إلهي ربي رجع يا ناقة مرك قفك ذنب الله في إلهي لو ويدي له وما وقف مؤمن أو مكلف أهو أي إلهي ذنب الله لكن الله وقال الله إلهي هو يدين ميس يكون أنك الله حتى راعي مشرك إلهي ذنب الله هو يدين ميس يقول أنك واك إلهي كل شيء ما كان للمشرك ما إلهي وتو عيدلها ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين وركان وحن كلا ذنب الله هو يديني قف عن مكلف بأهي وأن ديني بس هو قال صوت أوح الله يستغف كاسين مدينة مركب النبي هو يدي سواسي كاميرا هاي صوت وحوله حتى قيامها دول على الماي لا يقول لك ما كبير وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا من هنكوي عذابه إلى رسول أنك صابين نبي قال لها مركي قال هذه اللي قال لي ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل لو نخذ هنا حتى حجلة هذه الهي أنت النبي محمد رسول الله بن لهلاج لها إذن بي سمية الوقت والله إله محمد رسول الله وسود يعني أنا رح نوشي رح جمع شتار أسجل لي محمد با إله وكلها وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم سلا أصوك لوحا كو وحيونك وحي وأنك الشأن اللي جينا كمله وقرآن بنكو وحي النبي الله إليه ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان أنت القرآن كان لقوا وحيوني ما هذا غضي كتاب وحويها إيمان وحويها سجل لها سجل محلوها عنها أي سنجين هذا محلو شيء جني قفوا مركم هو يدي على وش تكسر بحمي وحلا الصلاة نبي جوا جدا عالم كرين وصوم ركاس واقع لكن مركي عالم الأكسات كان له سوء جدا إلهي سوء آياتكم عليه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا إلهي ما إذن كسو صاري هو يو يمكن على شو لا إذن كو واحدة إنه نوي قف سير وحقوه كان كلا وين دي وحقوه كلا وكلا سوف تمرك استفادة لوجا من عنها معنيه الوحوي هذا دم بأي لا الدين الله شيء جيب مجده وحك حرامه مجدي وح واجب كوه الله ما أركو صنع لنا كلا موضوع عصمر النبي هو يدي وأهل النار بأهدي أبيه سيو وموضوع أنا أذكر كهذا الله إلى محاضرة أفر أنك جيرني وده أنا لغاية الله إن شاء الله ودع أجل لها صورة سيئة لما قانا يلو لها وحلاق القريبة مغلحي فأنا وطن كان إمان من قول لكن لغاية الله إن المراحل كلا أن أكهذا الله مركة وفهم خاطئة وإنت لفظي على صوق هذا اللي يلي هذا وحل لو قد يلي هذا هو أهل النار وقال هذا هو هذا قالتها إنه زيارتنا الله وقال عليه صوته قران كابل لغو من عيبا قال لغو برتو هذا النبو من التقع عليه الصلاة والسلام مركة واكا ميلاها سمركة واكا ميلاها لسأ وحيالا حتى ايالا وحاكم إذا مركة عرمها سوكا لك هذا الهياء وقولي من نين هذا ايالا كم يدوه نوينا هذا انجيري ونين ونورو اي سوها انجيري لابا مشاهد كجيري انتي هذا دولة دوئي كبير وحبير النبي محمد قبري جيسا إلا زيارته إيه قال قبل جيسا إلا زيارته فأسخم الدنيا محمد مركة روائن وكسو قالوا أحاديثا زيارة القبور كفتبت قاركوا دنبوا صورا مهيو كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروا حديثك وصوقا فإنها تذكر الآخر وحانها إنا إذن كرهي قبورت إنا زيارتها مركة زيارتها قبورت وحا إذن حصوصا ليس آخرا مركب هذا النبي محمد قبل جيسا أتكت آخره خصوصا ليس هذا قال قبل جيسا أتكت آخره خصوصا ليس مركب ما شو حتى الله فالآخر خصوصا لما لي إيدي يا أو قال هذا قال قبل جيسا إلا زيارة وكلي أنت أول ما شاء عمر هيا وحوي زيارة النبي محمد قبل جيسا إلا زيارة إنه هاصل ديكو أو كارك ديكو حن معنا الله إنه كلي والنبي وهذا أمر أصوب قبور في مسلم وزيارة جري تيسي سمحها هاصل ديكو ما يا هذا النبي يعني لذلك هذا عديد كتاب كان مسلم حتى وعديها يا هبين نبو عليه الصلاة والسلام انتو ضبيع تجي انو ولي مسلم عام في الهي او مركاسو سلاة تهجو دكوة تكالا قبرها زيار لها عايشة مركا انت يصور الله بقى الشيء
بيدور كوا بلاه بني لو بقى كسر بحاجة وقتها حيستلمه هون كسي كلا آه بحكم مصير بلا ما بيصور ده بقش أبي أسمع على تنبه يجي وبقية قبوري يجوا صلاة كان هي مرجع صوت تهجد كي بوكو غير على صلاة دي سجود دي بوكو بوي هي عبار وين شاسة يجوكت حالة دي ملايين يسيوح مش كتير يا وقبل قلب بس كي يهلا لو كلامه كده وين يحاسب منه مرجع هذا من الدعاء شو ده ما صوت دعاء يقولي خصوصا نقدر ينتخب صهار مرتين بيقولي مرجع بعد كرنا يساع يقف صهار ده يوان يفتول هي موته نبي يجي يقول لي مركو يدو يدي روح يجي ما حد عايمه ما حد سوى سأنا كقال سيد دعاء هذا رجع قال سيد له بأي شيء يجي سأرنتي ما يوشي يا مركاسو نبي وقع أنت أنت كل نفسي روح يجي ما واحد وما رأينا يسألو إلهي رسولك السنة يكو خيانا يعني يا يا طبعا مركو واحد هو يزيارة أسأو قبورها لزيارة واحد أي ليه لو كان مسلم كان حقا سوى حقنا لك الدون هريو إن أنصامي النقف يا أبو ذكر هريو لأنه صو زيارته هذا هو حوالي ملكي أن جوغني صوماليا وكالي ولو هذا هو يري جيري ميتوكتو وهان جيري ما لنتا جمعة لائي ما لنتا خميسة ويتين جيري قبورة هاتي بايو سمع النبي تاسي من هذه جيري مدر هذا قبورها سالتك هيا والله سود عين هيا لو مركا قبورها مركا أوتقوا سلامي جيري نبو السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن الله إن شاء الله بكم لاحقون أيوه حلمي أسأل الله لنا ولكم العافية أسألنا ودعاء سنك لا يجعلنا ودعاء سنك سوي بضلك سؤاله إلهي يوحان السؤال هي النفس إذا يأذيك وبدال عكم حتى سوي كدعاء سؤاله ورمك سلامك بعد يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وكلي كوين يعني هرمري وقيري يذي كوين الدبو إلهي هون حديث وحكم إذا يغفر الله لنا ولكم وحكم إذا أغادة أركض سوى بقي زيارة نبو عليه الصلاة والسلام من وقيري اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعده إلى وجه كوده هن لقوه جن كلا شو لنا هن نفتنا دعاء المعاصي كلا جنازة هن لقوه كورن مركة يعني زيارة تاس أو قبور تلا زيارة والنبي عليه الصلاة والسلام سنة دي سبي كمل وأنا شيء أركي سنة بيقول إنه حق ساري جري قفك مركة كبيرة وحي إنه الله بعلي وجابه قفك على السنة النبي يسجارة وإلى عنا هي مكتوب نفكي ساسو كم يحوض في يسبينو شيء يا لكن نبو عناية قارو سني بعد ما واحد قران كبا حضوبة بل قيل بد محكا وين بلان خلاص محكور حضوبة بل صح وين بلان سالي محمد فوي يلهي وحاوي يددك عن هده جيري يوضي مركي أدوية ذا كتاقان سيدك قال كودة مولا وحان جيري ما هذا يرفيد حتى مركو سلام يمحن لي السلام عليكم دار قوم مؤمنين فالمؤمنين قولي قوديو قولي عددك كنور قبورتي دار أو كروك عبر معناها قبره معها إظلامها نوى ميلة الدقين يهي وي ذاتك أنا مكي ميشان كتاقين ميلة الدقين بيو قولي ما قلت فهمش نبقى حديث الكل يهي القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار أقول إنو يها بير بيرها جنة لك مدينو يه يهينو يها قد قدتك ناسك مدينو يه قفك مركو سلامه وأقوها يقف في أول يتعني وحديث حافظك اللي إلى هذا عبد الحق سنة كيسا سهل عبو شيئين وحتى ابن تيمية هذا وقصه قال فتاوي سأوليه عبد الله ابن مبارك وحي إذا ثبت ذلك عن النبي وكاس النبي كسونا وعبد الله ابن عباس القوري حديث كاس مرتا مفوعها نبوي نبي ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا ويسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام أو كما قال رسول الله مجد قف يعني مرهية ولا الكيت مؤمن قبل جيسي أول أدوية أكوية قاني إيه مركة سلام هي إلا وأقول هي سلامتنا وكرتنا حديث أبو داود وطوها النبي مركو أسوى حق سكال لأي مجد قف أني سلام هي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام إلهي روح يجيبوا إسوع لنا هي لو أنا هلا وجه النبي توجهات كانوا لي يعني مركز قفك حق سيد وجه السنة هي لا سلامته يعني وكعلي مركز قفك هذا قبل جيسة ما ضه أول هدوك يقاني وها قصوا أروري حديث عبد الرزاق وريي أبو هريرة أو نبلا صعد قبري وين مريج مركز سنك أبو هريرة وحكيري صلم على القبر قبري سلام مركز سعيد كيف أصلم على قبري
قبل سيدنا سلام صح الكلمه انا واك خلاص الرسول الكبير ان كان راك في الدنيا يوما قط انه لا يعرفك الان هذو يري مالن ان ولي وديه كو اركاي هذا واكو غرانهايا مالن هذو ان لكو صار ماشي امرك واحد غرانيسا حتى دسكو مركي جيريودان dareenkooda iyo cilmigooda iyo maqalkooda inuu xataa ka xog badan yahay kuwa nool limaada maxaa tusanaya hadalkiisa hadda xadiidkii bukhaari iyo muslim ay warinayeen markii qofka inta la aaso malaa'igta hadal ka qaadahay ay u yimaadaan oo dadku ay ka jeestaan baa nabigu wuxuu leeyahay dadkii way ka jeesanayaan wa tawalla canu asxaabu xataa innahu la yasbacu qarca nicaalihim buy xataa wuxuu maqlahayaa kabahooda shaqantooda هذا فيري قفل ما أنت هذي قبل الوقاصة لاتك دقاقي كلاه شغلت هذا المغلا يا واحد قال لي صحته لاتك انجيري يودي عالم كان برزخة ما هي لا أرواح وشؤون قارئة أرواح ومرك جسد كان الجيل يكوت له وحوى قالب ضيق وعيري يكش لكن مرك حق أول يكتو خيال حتى قال لي سواح كملا هذا مرك قيام لك يا رو كله خصوصته معها سير هذا الجيل وكله إلى القرآن كم آيات كلية يوم يتذكر الإنسان ما سعى ما لن تقي روحه وما لن تقفه وح الله وحسن وحصوصا هاي هذا وح الله غيابا شلا يظهر هذا بشي هذا بلو جديد وح نصمينا إنا إن بارا كمل أن الأمين حصوصا إنا حتى هذا ما لك صوت هذا أنت هدوير هذا على غيابا ورتان واتان سارقنا يمحو هذا دوات يهرين يا وكم عارقني هو ما قرأت وغيّا حتى يعني إسي سلامي لكن لو قيام هدو يبادو تذكيرا دي سوقف قوة بلارن وقراني ساقران فاتر القصوة قادين أوران دونو كتاب كمركي الله وصل ديقو لصوهر ديقو هل حبك إن كريم هاي ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاب وجدوا ما عملوا حاضرا كتاب كان محاكو دعاي كتاك ما هي وحير يوحوين وأنوب أنسميه إلا واكو marka wax alla wixii uu sameeyay ilaa uu ka qaangaaray ilaa laga gaaro uu ka geeriyoodo hal xabo kama halmaamsanaanahay marka waxa weeye xaaladaha barzakhu way kasii bedelan yihiin wayna kasii daran yihiin xaaladaha dunyada laftigeeda haddii la eego marka waxaa la jideeyo qofka muslimka ah haddii uu geeriyoodo waa sunna nabiga calayhi salaatu wasalaam ka soo aroortay in qofka la diyaarto xuquuqda qofka uu geeriyo ee bahalkii dhintay uu leeyahay maxaa ka mid ah وها كم من الصدقة لا واحد ليه هذا الصدقة عن البيت ميت كي يعني إن واحد لو صدقة يوا كم أنا صدقة إنسان صحابي يقول له رنجري ولي بقى سجارة هدو والد كأي هاي عموما ده كم مسلمين تاوي بحين كلام صدقته حديث كان وحوي إمام أحمد زودي يسوي كوري وطاووس مركو تابعين تيوحي سلف يوسو قالوا وكور رمي تابعين أصلا تابعي هاي لكن تابعين تي كلا يا أصحاب تسوق يعني نحولها فهذه سنة كسولية صحيحة يعني سنة يعني حافظ كان لإله هذا السيودي وقصوا قالوا كتاب كيس اللي إله هذا الحاول الفتاو ما ورا ما هي قفك مركا يعني وقيري هذا مركا وكان لي وقال لي هاي حبي قفك يعني وبنته كانوا يطعمون عنه سبعة أيام هذا الكلام مركا داو صحوها oo asagu daawus baa hadalka yiri marka uu ka hadlayaa say sameyn jireen daawus baa wuxuu leeyahay innal mawta yuftanuuna fii qubuurihim sabcata ayaamin wa kaanuu yastaxibuuna an yucama canhum tilka layaam ama an yucimuu canhum tilka layaam labadaaakutin dadka geeriyooday toddoba maalmood ayaa qabriga lagu fitnaynaya marka salafku waxay sunna ahaan u arki jireen in toddobada maalmood cunna laga bixi marka adugu ama waalidkaa ka bixi أما قف كلام مسلم وهو صدق أيش صدق هذا وحول ميت كل جاري سواء جماعة حديث في بخاري يا صحابي قالوا رنجر سعد بن عبادة مركي هو يدي أي جاري يوتي ولكن النبي عليه الصلاة والسلام تقول من يجري يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها أينفعها شيء إن تصدقت به عنها وهم إلهي رسولك سيو هو يدي والله أفسدي بيراني وكمقن wax anugu aan taraa wax anugu shay wax ma anfacaya haddii aan waanu salabay saxaabigan kumaniba ka cabir shay
شيء من وقتها وانا كيرو وعماشان كان قراها انه ورحي اما وحي وحال ليرا وحي ان هو يلي اصدق ايا لم يقال سوى ان ويدين وان اوران وحا اصدق ايا ليسا محي ما عنا اصبحنا ايسا ما حوالك لقلا عاد انت يعني عنا كاليسا عاد عيرين بكو بحي ما العقبات بحنا ايسا ما مساجد ما دي يعني كو اخفا ايسا ما عيل بار نعم بقى لم يقوى سلا مركا والدك ان وح الله بحيو وصدق الله بحيو شيء جديد سموه وحي كلو يعني الله بحنا هي ايضا مسلمين تاو كلي ووح حيا لها مجمع عليك مثل دو قفك فهم صدق قفك بحيو ولو بقى قفك مفو سوالي دهين عماش قفك او بحنا هي طب ميلاها قارك وخلافك كان كان هاي الجيران لكن واسيد الجمهور تو اي قلان هو ولو بدن بدن كوز بعض الخلاف ميلاها قارك وواجب وهي بدن والدك ادلة اصوات على سيجاري لو قلت مدان كلا هذا دوا وكان حديث كلا تيجي سوا صحيح وأنا واحد سلام كلا تيجي سوا يقلا هاي الدعاء اللي نفسي يرك هو بدأ الله غفر كذا الدعاء اللي سوا حصل على يحب هذا الدعاء اللي سوا وهي وحيا لها مرك أي واحد قال قليا واحد كم من الله كلي هذا مثلا نضب زيارة إذا هي وكلا ده كسوق الله ما أنت اللي بقى وكلا نفرنا حال غيره وإن إلى هذا بعض أولاده ما قالت هذا شيء كوي كسوق عليه ما هذا إنه لزيارة الله بقوة أو أن كسر جحرة كما قبل لكن واحد دينه إنه حتى هذه حول الله قاله إن وقت قال الله صم يوم ما ركتب الهبل بان زيارة إنه أكره إلي له ها هذه في وقت أصل كيمان هي بس يا الله مالك وقت يوم يا واحد ما هي عاوي هذا شرع على إسلام كان مركي له أعماش قارن وقت والله يلا قارن لو ميجيرني هذه واحد توقيت إن الله صم يا حنته هاي عمل توقيت الله صم لها مجرو توقيت الآن هذا يحن تهانا عمل توقيت الآن لو قلنا لها مجرى أما شو حضرتك سائلها يوجد يا من يوجد وحنا وقت وحي ليه أوقات وحنا أوقات مرة وحنا أوقات لها ما نصيبها لكن هذا أبوك توقيت قارا سميسته يكون دي لهي تذكى مسلمين تهوي سنين سنجين عمل كل بل أبوك وحكا لبها آدنا وحد عاي نبي محمد إن أصحابتي الويديين هؤلاء الجاهلين جاي سمين جري بفير حتى إسلام جوده سماع حديث نسائي ورينا هيون اللي إله لأبي رزين أو لقيد ابن عامر اللي إله وصحابي باوح ويري وحا النبي يقول إليه قلت يا رسول الله كنا نذبح في الجاهلية في رجب فنأكل ونطعم من جاءنا النبي يقول بش رجب اللي إله أبش الصوالي وسنبح وطقان صلى الله عليه وسلم حلق الجاهلية قال لماذا حولان بشا قول عجر وحنا واعوني جرني عدي النوطي ما دانا حولان سين جر بالكوار نبي قول حلقو جواب الله بأس حتى هول إسلام كده حليسا يكون بالله هول حلق قال لماذا سوسع حول ما تعمل هذا رواية أبو داود ينسائي وليي محان نبي كلو كلي إياه أرفع هذا كاملة اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا الله وأطعموا إلهي دتي وحقه ورعبك استبه النغط مش عرفت أنك إلهي أطيع ونرى بحي ونبو عليه الصلاة والسلام لكن النبي يجيب أهو قرابي نيد قال لماذا اللي استعمالي جل إلا سيوته إسلام كيقوديه سمي الله حد الله محاضر مرينة دين تسير ضيق وقرد قال أمد كوريرية وها مشكلة مشكلة هذا كده كان مفاها وقرابي توقيت كده هو واسمية صار ضرب المؤتمر بعد ما شاء الله وقفت وقت حريسا يقول لي من نبي محمد بايدي بالهي المؤتمر كان وقفت يا waxay ku dhaqmaan hawlay ila isdiwaajiga jirrooley hadii la war tawqiid kaan mu'tamarka oo waatan ka sanaa soo wadeen oo bil hebelka in ku waxaysan manay maxamed baa jideey sanadkii mar la qabanay ya masalaha weeye meesha aan waalidiyaha ay tan walo galanay tawqiidka adigu wixii aan shariicadu waqti u yeeyay waa u samaysan kara hada hadithkii saxiixa ah waa saxaabiga loo oran jiray abdullah ibn mas'ud waqti uu samaysan dadka markuu waalinay تابعي كورنا هي وائل الغمان مرطولة كان يذكرنا كل خميس وحويري ما نول بنواني كريبي خميس قسر نواني كريبي هذا عبد الله ابن مسعود نبي كمس وقوري نبي قدت كأنه خميس توعدين كريبي نبي وعد يسمع لكم أحد يسني نقرأ أو ما أنت جمع على خطبة جيدين هم نبطة أما وقعت قار هم سحابي وقت بقصة ميس حتى هذيك ويري هل نوحن جعلنا الله مروا البقين النواني سنواتو يري معناها النبي قال لفتي يسمى مركو نوانين هايو شوفت انه موانين جرين مركو عن كبغة هايو وثم لك بغة هايو انا معناها انه ابن عنونا مركو السلاة سوكرة شوفت انه مريخ لكن وقت قالوا سمعت حيدي دي ليس كاما
مركا واحا كاميدا وحيالا حقوق دا وميت كوليه واسكا موضوع دا صدقة الاستير واكا محا كاميدا مركا غفكا دو بيري ودا حيالا وليه حا كاميدا دعاد إلا دعي وانا ودعي هذا حيالي أن سوقا دا إنو نبقى مكلا دا هو دعي أما قبيل مكوي مالا هو دعي قرآن كلاواتا لغو سوقا دا مرر بي ميلا قار كودنتي يعني كو أركان حديث كان نبقى يعني وليه هاي وفي عمل كيسوا جواهية إلا من ثلاث صدح يا رب ما مكاسي مركا سوق على ما حكم الأول الذي صالحا مكاسي ما ديلها لا معناها أبها لا أدعى عنك الله ما أنا قفك له وآياتي والذين جاءوا من بعد حال قصة وإلى تاس مركا ما أبيك حيري وهورو وريس مركا ما حال لقاهد له هي عمل كان مركا قفك لقاهد له هي وحوها عمل قفك السميي وأسو كتقي يوح أسوك السميي وحا لمدة إلا قفك إلميه سواتي هذا اللي بقو مركي وشيغة هي يعني أولها إن أضيب ما يأكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. مرك عمل كاسوه وها وها لقاه الله يقف كعمل كيسير لما كي أسوه سمينه إلا وحرا ذكرت جي معنا. يا إلمي سوى الله قد يقول حسوه كتجي لو جيك يسقيب كم لقاك أنت ساشة ويمو. هذا قراتي إن يقول لك يلي أنت وما لك اللي أبيك. إن أبيك سو دعوري. أبيك أي حالها قال أبها عليه الله عليه السلام. سوسة الله حاجة كتني. waxa weeye qayb asaga ka mid ah oo ka soo dhex baxay oo nafi ku jiro shaqeynayaa ta ma garad iska mid ah marka hadda xadiidkaasi gaaray in looga hadlo xadiid kale ayaguna macnahaas ka badan sheegaya ayaa jira hadana caawa ka hadla hadda mowduuca ma rabo marun bay iska soo gali doontaa insha Allah laakiin waxa ka mid ah khaladaadkii waxa fahmaan bay ka mid tahay kaliya meel lagu arkay meel ay u socoto lama yaqaan lama ogeyn inay hadda ay quraan ka mid ah inay jiddo qof kasta oo muslim ah laga rabo inuu muslimaanti oo la duceeyo إلهي ذاتي مؤمنين تأمركوا قيبيي أولو قيبيي مهاجرين يا أنصار للفقراء المهاجرين المهاجرين تبع لك هذا أنصار تبع لصوق هذا الهيمد والذين تبوا الدار والإيمان من قبل هل هو حجي كوى صدح هذا وكل منها إلى قيام الساعة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف إلهي وغيري مهاجرين تايا أنصار تقلاش وضقوة إبانا هيا ومؤمنين تايا إلى قيام الساعة اللي قال وهي ورانا هيا إله ذنبك النطاف إله ولا لهيني إيمانك النوغه المرى إله أرداف ولا تجعل في قلوبنا غلنا للذين أمر إله قلبك إلا حاسد نماه أويينك ومؤمنين تاس وفي رأي هذا اسمعناه بكتر جميس waxay tusaaleysaa dadka geeriyooday dad xaq u qaba inay jiraan ha waxaad ka dadka saarayntaa dibaato meesha ka jira oo kale marka way u duceynahay meesha mufasiriinta qaarkood markay soo gaadhay inay hadalka kan hadda ay ku dhawaaqeen qulil ladina sabaquna bil iman ilayhi waxa ku sugan i'tirafun bil fadl allah in fadl dadka loo qiro xala loogu qirahay bisaqiyati ana iimaankii bay ugu horeeyay magala waxaa kale oo hadana aayada ku sugan ukhuwada diinku أعز وأشرف من النسب inay macnaha ka sharaf badan tahay oo ay ka wanaagsan tahay dhalinyada oo kale ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا هذا waxaa la marayaa dadkii geeriyooda muslimka ah inay badbaadilaayeen oo la caayahay ya rabba asxaabti kuwa caayahay salaam sheeganahay kuwa taabiciinta kuwa ka mid ah caayahay oo salaf kuwa waxay caayahay culimmadii dhammaantay diinta xambaarsanay raggii kutubaha alifoo muxadithiin iyo mufasiliin wax walba ahaa rag baa wax ka sheegayo ay ka badbaadinayeen oo kale meeshay u ducayn lahaayeen oo kale mufasiriinta qaar baa markii waxay yidhaahdaa hadda qolo walba way ku dhacaysaa ogow waa yidhaa qolada hadda la yiraahdo raafidadu ayagu hadda ansaarna ma ahayn muhaajiriinna ma aha asxaabtiina waa caaya kuwa dambena geli mahayaana u ducaynayay هذا دكتي هراو مسلم كه هذا أنا أود عيني هذا أنصار المهاجرين لما على هاي قيس هذا مرة وتبح دون تاي أقو يا دكتي إيمان كه جوري أو كري راح كريو على هاي سنة راح كشك تها بيا يوم مطوم وعي مركب دعاء على سلفتي يا روا الله ربا أقف كمسلم كهاي دكت كان جيريو الحق إني وح كمرة أو مسلمين تها إلا أود عيني ولا أود عيسى أحمد وعينا دود عيسى دعاء أنا ومد النبي عليه الصلاة والسلام الأمري وإلهي واك القرآن كويري واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات
نبي محمد ودم بيا إلهي لا في دويدي رجي إلهي رمي أويدي ناجها إلهي رمي أويدي محمد الله أمره وكره هذا النبي هذه الله أمره وحين النبي الله أمره أنا وأنا ذكرها لا هيا لا خصوصية الله يروي إسكجيرة تم كم الماء إلهي القرآن كم بقول لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر إلهي رسول جس واحد كل هذه بيشون أكسبات كل هذه بيشان أصوحة إسكاله قفكي إلهي إيا مارين تقياما كبقى هاي هيا بيشان أسكاله وذكر الله كثير دعاء سمرك وحقوق ددك ديري وذن نقول له حقوق الوحن هده كوبك الرمى ويبديم ها حقوق أكمل حقوق أصوحة أكمل أطنها اللفتيز هذا وارث ودتك اللي انتهي هذي بدو ونكسانا هاي والله أمانا إلا أمانا مركا وحقوق ذا إليهم خبر واجرا وإن كان في إسناده ضعف نبو عليه الصلاة والسلام لي اذكروا محاسن موتا كون لد انت ولا قول الشيخ تذكر في عن هدئين ولا قول الشيخ وحب الله قدين هيا دلالة نسك واضحة ومثلا وحب الله قدين وحب أقوى إذا بدل إلهي خالقا خبر واتعي كتبه تخلقوا بأخلاق الله إلهي دبع عياش تكدب عياش إلهي قرآن كنتين وضفك سالحين تكسوق هذا هي أمانة وذكروا في الكتاب موسى إنه كان صديقا نبيا وذكروا في الكتاب إدريس إنه كان وذكروا في الكتاب إسماعيل وذكروا في الكتاب كل أسوى إلهي أنبياء أمانة هي أمدة صالحين أمانة وذكروا في الكتاب مريم أوكري حلو سوق هذا إلهي وأمانة نبي محمد صلى الله عليه وسلم إلهي أنبياء ديسي كل وشيكين مركة أيها اللفتي قول إلهي مركي وكهد لهي إلا أمانو إلا يتهي وحيالها النعموي كاي إلهي أوسي أو عمل كي صالح آي هور مرسلين جزاها الله قد لغي رسو إلهي آيه وقلها وجعلنا لهم لسان صدق عليا وحان أميان لي أمان صغيسا أيام ويان لسان صدق هو ذكرك حسنك شيكتان وناكسن أيام ويان لي أيها اللفتي قول إلهي ويديسا قاركوض انتين ورائه ودعا للنبي إبراهيم حكم لها وكره وجعل لي لسان صدق في الآخرة إله أمان وناكسن ذاتك الدباء يقول رأي وكفر هيا مركي إلهي نبي وحكا وكفر ما يوحى ويقفك وناكسن وناكيسي مركي يعني لغشيكي يوكره تاسي وحي كيريسا خطا يشعر القطا يوكره وذكريات أساق وحى ويوحي أسنية يوحي أكتا ودتك تحديس القرر إلى يوهي سي مركا وحى ويالله قد يقول القرر حسناتك اسمها كبالنا هي dadka marka amwaada ah in anagu aan amaano oo khayrka ilaahay aan ku amaano waxa aan la kulmay limada xayaa sax xakamay waxa weeyo waa shahaada waxaan la ka rabaa anaga waxay ahaayeen in ka marakaano hadii fiada bukhari iyo muslim ay wariyeen maxaa ku sugnaa nabiga kaleey salaatu wa salaam janaaza wala nabiga soo hormartay waamay marka san nabigu waxay wajabat way wajab يعني ذكروا هذا الله ولا النبي صلى الله عليه وسلم نبي بركة وجبت ويواجب وجبت بركة نبي بروح شيء فعل كان ماضي قا أو تا أو تانيت كوته لكن فعل كيسي أنا لابوني فعل كيسي بروس شيء حواجب وشيء أصحابتي ويواجب يا رسول الله ما وجبت وجبت بحي وحلاص صبنا ذي بين نبي وجبت معنى ذا مدي معنى ثلاثة وحلاص صبنا ذي نبي بركة الفري هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له جنة وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار وأنتم شهداء الله في الأرض كان خير باتكوا أمانتين أطفى الليسين جنة واجبتين كان مشر باتكوا فالليسين وواحد مدحوا وقالتين نار باكوا واجبتين أسقر أذنكوا واحد تهين بانويري مرخاتك إلهي أعلوك كسوكا باتي waxaa way qofka waxa ku sheegtaan xukunkaas uu Ilaahay aqtiisa ku gudbahay dadkiina muuminiinta qofka hadal qofka uu khayr inuu yahay ayadu hadalka marka aad oranaysaan tacassub iyo fikrad khaldama aad ku raacday minna ahayne iyo been aad sheegaysay ka run sheegid waxa aad ku aragtay ama aad ku maqashay qofkaas inuu ahaa hadda ka muuminiinta hadda waa sida waa shuhada waanka Ilaahay waa soo aayay quraha wakadalika ja'alnaakum ummatan wasadan litakunu shuhada 'ala an-nas ومضوا على ذكية لعدنا سلطة يعني أرغم يعني أرغم غطان كلكم مرك فرها يا أرغم غطان مركوا شهادة
وشهادة قفك وباهي هاي وي قفك عن قيريودي هذه خير السبيل خير كسائي الله غمرا قال ما قال أحاول نبو حديث كالوس رفاق سوريان وصحيحة وأتي نبو يعني أقولها أيما مسلم شهد الله أربعة بخير أدخله له الجنة في الشهادة دي أصلي وحتى ليس قفك مسلم وأفر خير غمرا كعبه ما قال وحي كؤو غاين أيو كرم شيئا يا ما يكون مغلق إلهي جنة دوكالي حديث كان صحابي يقول يقول عمر بن الخطاب في الهجرة نبي قول ويدي وحنا نرمي فقلنا وثلاث نبي وصدح حتى كم ركعان سنبي وثلاث فقلنا وثنان والله حتى كم ركعان نبي قول حي وثنان ثم لم نسأل عليه مركب بدنا انه ويدي الا يميل هذا واحد وين نصاب كي مرخاتيك مرضى من موكت مركب مرخاتيك اصبرك الامانه هي ولقاني صالح بو اهايو كذا بو اهايو وشهاده لفتي الى ان قدني انه وين لك الدون هي سيلتي صحابي قلت له شهاده لفتي جوا هذا مرخاتي وانا خير في السؤال كما لك عادي وحيالها مركب حقوق ضاه وقفك جيريو ولي هي هادي هادي وبدي وحنا دكوري كرنماها انت اصلا مركب هذا واحد يفتكر لك السؤال كما لك هي اقول قولي هذا واصلا